أول دفعة للكلية العسكرية بعد 2011 بإشراف سيدي القائد العام وسيدي رئيس الأركان العامة. تم افتتاح الكلية بمدينة دار السلام مبرك، ومن ثم تم اختيار معسكر إردانو لقربة من مدينة بنغازي لموقعة تم اختيارها ككلية عسكرية. نعم. وهذه تحسب للدفعة 50. نعم. طيب ماذا تختلف هذه الدفعة من الدفعات السابقة التي خرجتها القوات المسلحة ربما تباعا؟ شهدنا مركز تدريب لبيار ومجموعة مراكز أخرى. ما فيش اختلاف، أنت تسأل على الاختلاف على الدفعات السابقة ولا لا؟ نعم نعم. لا ما فيش اختلاف، هي الكلية العسكرية هدفها واحد. نعم. هي الكلية العسكرية بتخرج ضباط، ولكن نحن طبعا نظرا للظروف اللي مرت بها بلادنا من تدخلات خارجية وداخلية، تم إفادة طلبة للخارج، تم تخريجهم، ولكن الكلية العسكرية هي على مبداها طبعا، وهذه تعتبر الدفعة 50، ما فيش اختلاف بين جميع الدفعات. طيب سيادة العميد، هل سوف تكون هنالك دفعات أخرى ربما قريبة، وهل هنالك فرصة حتى للقبول، قبول المتدربين لكل من يريد أن يلتحق بالكلية العسكرية؟ أولا نحن طبناك أن الدفعة 50 هذه والدفعة 51 متواجدة داخل الكلية. نعم. الدفعة 51 اللي هم مستجدين حاليا متواجدة وقاعدة ومستمرار، وممكن في شهر 3 أو شهر 4 حيتم استدعاء طلب الالتحاق بالكلية العسكرية. ونحب ننوه بدري، أنا حضرت المداخلات من أنحاء ليبيا. نعم. بيسألوا على وضع المراكز ووضع الكلية العسكرية في الغرب وفي الشرق وفي الجنوب. نعم. طبعا بالنسبة للكلية العسكرية حاليا نحن عندنا اللي هي الكلية العسكرية موجودة توا في توكرة. نعم. أما مراكز التدريب فتوجد لدينا مراكز تدريب في جدابية، يوجد مركز تدريب في العزيزية بأمرة العقيد بشير الناجح. نعم. يوجد لدينا مركز تدريب في جرمة، يوجد عدد 4 أو 5 مراكز في المنطقة الشرقية. فالقيادة العامة حريصة على القوات المسلحة بصفة عامة. نعم. وكان في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب. نعم، شكرا. نعم. جزيلا لك العميد هاشم برقع الكزة أمر إدارة التدريب العسكري بالقوات المسلحة الليبية. عين